وطن منحازون للحقيقة. بهذا العرض الذي قدمته فرقة دايبتيكا الفرنسية افتتحت فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر الذي تشارك فيه أكثر من 10 فرق أجنبية. نشعر بالسعادة لوجودنا للمرة الأولى في فلسطين. الناس هنا بسيطون ومرحون، لذلك نحن نشعر بالسعادة هنا في فلسطين. مهرجان رام الله للرقص المعاصر تنظم سرية رام الله الأولى، السنة هي الدورة 13 للمهرجان بمشاركة 15 فرقة. راح تكون العروض في رام الله، في بير زيت، في القدس، في عنبتة، بالإضافة لورشة عمل في مخيم بلاطة. أنا يوسف يا أبي. أربع فرق فلسطينية ستشارك إلى جانب الضيوف في العروض ضمن مشروع فلسطين وأوروبا، قيم إنسانية مشتركة من خلال الأنشطة الثقافية الممول من الاتحاد الأوروبي. نحن هنا الليلة لافتتاح مهرجان الرقص المعاصر. رأينا عرض ممتع من فرقة ديوبتيك الفرنسية. أعتقد أنه من المهم دعم مثل هذه الفعاليات الثقافية وجلب الفرق الراقصة والثقافية إلى فلسطين لبناء الجسور الثقافية بين الشعوب. مساحات غير تقليدية شعار رفعه المهرجان تعبيرا عن الواقع الصعب والغير تقليدي الذي يعيشه الفلسطينيون، مساحات لاقت استحسان الجمهور وتفاعله. كان كتير حلو، حسيت عم بيحاولوا يدخلوا برضو حتى إشي شرقي زي من عنا برضو على نفس اللي هيك إنه زي حركات، وشي كتير كتير كان حلو. الأرض كان هو يعني بقدر أعطيه واو أو خرافي جدا. ما بعرف إذا فهمت غير، بس فهمت كأنه بيّن مرات وجهة نظر كيف في ناس بتضغط وبتعمل ستريس لشخص، والشخص ممكن يتأثر، ممكن كتير تأثر على حياته أو على شخصيته أو إنه تكبت الإنسان اللي فيه. هذا ومنع الاحتلال دخول عدد من الفرق العربية للمشاركة في المهرجان كفرقة الفنانة التونسية نوال اسكندراني التي قررت تنفيذ عرضها في تونس بالتزامن مع انطلاق المهرجان. لكن السياسة والاحتلال قرروا العكس، وأحنا كهدايا للمهرجان قررنا باش نقدم العرض في تونس بقاعة الريو في نفس النهار. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، مدينة رام الله. وطن منحازون للحقيقة.